بسم الله الرحمن الرحيم. الكورس ده الحقيقة عنوانه مشروع البحث العلمي، وده موجه لطلاب الماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية فاينانس. وطبعا أنا خلصت مع الطلبة المقدمة بتاعة البحث العلمي، تعريفه وخصائصه وأنواع البحث العلمي والفاريابلز أنواعها إيه، و هنبدأ كنا في خطوات البحث العلمي وبالتحديد خطوات إعداد مشروع البحث. خطوات إعداد مشروع البحث هي اختيار المشكلة اللي هتكون موضوع البحث، وبعدين مراجعة النظريات والبحوث التطبيقية ذات الصلة، وبعدين صياغة الفروض، وبعدين تحديد أسلوب البحث. قد يدخل معهم أيضا اللي هي الخطوة 5، جمع البيانات ذات الصلة، وأكيد هيبقى فيه بعد كده تحليل البيانات بالأسلوب اللي تم اختياره وتفسير النتائج وعرض النتائج بالشكل المناسب وإعطاء recommendations توصيات. والحقيقة التركيز دلوقتي على الخطوات الأربعة الأولى، لأن هي دي الأساس إعداد مشروع البحث. أول خطوة هي تحديد المشكلة identifying the problem. دي في الحقيقة المشكلة طبعا بتاخد شكل سلبي، زي ما أنا ضربت مثال انخفاض الربحية بتاعت الشركة، لكن ممكن تاخد شكل آخر غير سلبي، بمعنى إن الربحية بتاعت الشركة بقت عالية جدا وبقت هي الليدر في السوق، أو شركة خدت الأكبر ماركت شير وعايزة مشكلتها إزاي تستمر as a leader أو number one أو في هذا المكان. الحقيقة إزاي الطالب يوصل إلى المشكلة في عدة مصادر. أول حاجة من خلال الكورسز بتاعت التخصص، لما أعضاء التدريس بيعرضوا التوبكس بتاعت الكورسز، بيعرضوا موقف النظرية والاختبارات اللي تمت والجاب ريسيرش، الفجوة البحثية فيما يتعلق بهذا الموضوع، سواء على مستوى دولي أو على مستوى مصر، فممكن الطالب ياخد الفكرة من هنا. أو الطالب بالقراءة بتاعته، قراءة في المقالات العلمية، قراءة في الرسائل العلمية، خصوصا الرسائل العلمية اللي تمت في مصر. الرسائل العلمية عادة بتدي توصيات للباحثين في المستقبل عن نقط ضعف عندهم هم ما قدروش يعالجوها، أو ممكن الطالب يقرأ رسالة ويلاقي إن هي ضعيفة في جزئية معينة، فهو عاوز يخش ويقوي الجزئية دي. ممكن كمان الطالب سواء هو بيشتغل في الواقع العملي فبيلمس مشكلة، أو سمع من خلال ناس بيشتغلوا في الواقع العملي إن في مشكلة، وشايف إن ممكن بالنظريات والمواضيع النظرية اللي هو درسها ممكن يحل تلك المشكلة. إذا الباحث مش قادر يجيب من المصادر دي اللي هي المصادر التقليدية، ربما في الخطوة الثانية اللي هي literature review يبقى يقدر يدور على موضوع البحث بتاعه. الخطوة الثانية اللي هي مراجعة أدب الموضوع أو literature review، هنا طبعا لازم الباحث يبقى عنده قدرات خاصة بالسيرش، خصوصا دلوقتي على الحاجات اللي هي التكنولوجي متقدمة وفي ويب سايتس وفي داتا بيزز، فديا زائد طبعا معرفته بطبيعة المشكلة اللي هو بيدور على انه هو هيدرسها باستفاضة، يعني لازم يكون عنده السكيلز الاتنين ديا، سكيلز بتاعة السيرش وعنده النوليدج المعرفة بالموضوع بتاعه. هيقرأ طبعا ويعمل مراجعة للأدب على عدة مستويات. المستوى الأول مستوى الدول المتقدمة البايونيرز اللي هي بتنتج النظريات وبتبقى برضو ليها الريادة في اختبار تلك النظريات عشان يعرف أصل الموضوع ماشي إزاي. ولكن لأن الدول المتقدمة قد تختلف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والبيزنس انفايرومنت عننا، فبيبدأ كمان برضو يشوف الامبيريكال ريسيرش النتائج بتاعتها على دول قريبة من الدول، من دولة زي بتاعتنا زي دولة مصر، دول نامية،
تبقى في أفريقيا، تبقى في آسيا، تبقى في الدول العربية وهكذا. وبعدين أهم من كده الليفل الأخير، مصر طبعا لازم يدرس باستفاضة مين عمل إيه بالنسبة للمشكلة اللي هو ناوي يدرسها، عشان يحدد الجاب، الفجوة البحثية اللي موجودة، ويحدد الكونتريبيوشن بتاعه هو إن شاء الله هيقدر يعمل إيه، يضيف إيه، ولازم يبقى فيه إضافة. ولازم ياخد في الاعتبار إن إحنا علوم اجتماعية، والعلوم الاجتماعية في الحقيقة لازم يبقى خصائص المجتمع المصري، بقصد الخصائص الاقتصادية، قانونية، اجتماعية، تكنولوجية، كل الحاجات دي لازم ياخدها في الاعتبار إذا كان ليها تأثير على المشكلة اللي هو بيدرس. أنا الحقيقة كاتب للطلبة هنا، عندنا طبعا بنك المعرفة المصري، عفوا أنا آسف، طلبة ليها أكسس ليه، جوجل سكولر مصدر كويس غني، SSRN اللي هي Social Science Research Network مصدر غني جدا، Working Papers وحط جنبها PDF هتلاقيها في البيزنس سكول، ممكن مصدر سري جدا، وتقدر ان شاء الله ان انت توصل الى حاجات كتير. بس كمان Literature Review في الحقيقة دلوقتي ممكن عشان التكنولوجي وعشان ان الحاجات بقت متاحة، فممكن يبقى consuming type. برضو الباحث لازم يكون عنده قدرة على انه يبقى عارف ايه هي البحوث اللي هي most relevant، اللي هي ليها علاقة وثيقة بالموضوع بتاعه، عشان ما يستهلكش الوقت بتاعه. بعد ما بيبقى جاهز ان هو يصيغ الفروض، صياغة الفروض، hypothesis formulation. وهنا لابد ان احنا نأكد الكلام اللي انا قلته للطلاب في المقدمة، الطالب عشان يعمل بحث علمي صح لازم يبقى قوي في الاستاتيستكس، وطلبة الفاينانس بالذات بيعتمدوا على الكوانتيتيف وعلى كمان الإيكونومتريكس، الاقتصاد القياسي، اللي هو بيبقى بيعلمهم ازاي هاو كان يو بيلد ا موديل، ازاي تبني نموذج، وكمان بيحل لنا المشاكل بتاعت الريجريشن اناليسيز والريجريشن مودلز. فالحقيقة لازم ده يبقى موجود، وصياغة الفروض زي ما شرحتها قبل كده تبقى في صورة النال هايبوثيسيس، فرض العدم. فأنا ضارب مثال على سبيل المثال، لو كانت المشكلة اللي احنا بندرسها مثلا هل ربحية الشركة بتتأثر بنسبة الديون بتاعتها، فنقول مثلا ليس هناك تأثير معنوي لنسبة الديون على الربحية، وهنا بفكر الطلبة بأنه في خمس أنواع من الـ variables، المتغيرات، المتغير التابع dependent variable، والمتغير المستقل independent variable، والمتغير المؤثر على العلاقة بين التابع والمستقل اللي هو moderating variable، والمتغير اللي هو وسيط بيلعب دور التابع وبيلعب دور المستقل، وكمان المتغيرات الرقابية. بقدر الإمكان لازم الطلبة تاخد في الاعتبار أكبر قدر ممكن من المتغيرات، أنواع المتغيرات الخمسة، مش بس متغير تابع ومتغير مستقل. احنا ما بنقولش نقحم أنواع المتغيرات دي حتى لو ما كانش ليها علاقة بالموضوع، لكن most likely ليها علاقة بالموضوع بس لو الطالب أرى بعمق، لأن في تأثير متبادل. هنا الحقيقة لا يفوتني حاجة مهمة جدا، إنه صياغة الفروض بيبقى الطالب في ذهنه الداتا، البيانات اللي هو هياخدها، وكمان تحديد اسلوب البحث الميثودولوجي. وهنا في الحقيقه الميثودولوجي الطلبه بتوع الاداره الماليه والفاينانس هيعتمدوا على الكوانتيتيف ميثودز، واهمها في الحقيقه الريجريشن. فزي ما قلت لازم يذاكروا ستاتستكس، لازم يذاكروا اكونومتريكس. عشان اختم الكلام بتاعي هنا، الحقيقه لازم يبقى في كونسيستنسي، اتصال بين العنوان بتاع البحث وبين طبعا المشكلة وبين الهايبوثيس وبين الميثودولوجي. وهضرب مثال الموضوع اللي احنا بتكلم عليه كمثال هنا، مثلا لو الباحث قال في العنوان تأثير الديون على الربحية، خلاص الطالب كده في العنوان قال ان المشكلة هو بيدرس ايه تأثير نسبة الديون اللي بتستخدمها الشركات على الربحية بتاعت الشركات.
عندنا نظريات بتقول كده، بتقول ان نسبة الديون تؤثر سلبا او ايجابا على الربحية. وطبعا ممكن يلاقي يعني احنا هنا عندنا الربحية متغير تابع ونسبة الديون متغير مستقل، لكن ممكن يلاقي متغير مؤثر، يلاقي متغير وسيط، يلاقي متغير رقابي على حسب القراءات بتاعته. وعندنا في الكلام ده موجود في النظريات اللي عندنا. طيب لو هو كتب العنوان كده ودي المشكلة، يبقى لازم هيستخدم regression model. وطبعا مش معقول هيبقى simple regression model، هيبقى غالبا multiple regression model، لانه لازم هيلاقي مثلا متغيرات رقابية او شيء من هذا القبيل. لكن ناخد بالنا بقى لو الباحث ممكن يعكس، يقول تأثير الربحية على نسبة الديون. عندنا نظرية اسمها Picking Order Theory، نظرية الالتقاط الترتيبي أو التدريجي لمصادر التمويل، بتقول كده الشركات اللي عندها ربحية كتير مع ثبات العمل الأخرى هيكون عندها Retained Earnings، أرباح محتجزة، ومن ثم لن تحتاج كثيرا إلى ديون. الله، ده ممكن الباحث بقى شوف العنوان هيؤدي مين متغير تابع مين متغير مستقل، لكن ممكن بقى يبحث واحد يقول ايه، انا هختبر العلاقة ما بين نسبة الديون ونسبة الربحية، يبقى هنا مش هيستخدم regression، وفي صياغة الفرد مش هيبقى ليس هناك تأثير معنوي لكذا على كذا، وانما يستخدم causality test وهكذا. وبالتالي لابد ان يكون هناك اتساق consistency في الخطوات دي. انا من المدرسة اللي بتحبذ ان الطالب كمان يكون فعلا جاب البيانات، لان البيانات مهمة ومش هيتعطل بعد كده، والبيانات كمان بيبقى لها تأثير في استخدام الميثودولوجي. يعني مثلا على سبيل المثال لو طالب هيستخدم multiple regression model وعنده متغيرات مستقلة كتير، يعني several x's، نلاقيه عنده مثلا 7-8 x's بينما عنده تايم سيريز بتاعت الديتا بتاعته ولتكن بيانات سنوية 5 سنين بس. ازاي؟ ما ينفعش احصائيا يبقى عدد المتغيرات المستقلة في نموذج الانحدار المتعدد اكبر من عدد السنوات بتاعت البيانات الديتا. من هنا انا بشوف ان الحصول على الديتا او البيانات اللي هتختبر بيها الفروض بتاعتك وفقا للميثودولوجي اللي انت اخترتها، انا شايف ان هي تعتبر جزء اساسي من اعداد مشروع البحث. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، سواء كان مشروع البحث ده موك تجريبي او educational تعليمي، او كان هو الحقيقي اللي انتوا ان شاء الله ناويين تسجلوه في الماجستير. وبالتوفيق ان شاء الله.